هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أقابل بعض الأعاجم من المسلمين فأدعوهم لعقيدة السلف، وحينما أسألهم أين الله يقولون في كل مكان، فأستوضح منهم ماذا تريدون، فيقول: مرادنا إنه سبحانه يعلم ويسمع بكل ما يجري في أي مكان. فهل هذا صحيح؟ أنت لا تبادرهم بقول أين الله. أولا علمهم التوحيد، علمهم توحيد الألوهية والعبادة وأحكام الدين، وإذا إنهم درسوا وعرفوا تسألهم هذا السؤال: أين الله؟ نعم.